يطل مرض الكوليرا برأسه من جديد. موجة هي الثالثة من هذا الوباء، بدأت بالانتشار في مختلف مناطق الجمهورية، وبمساعدة المياه الملوثة والصرف الصحي غير الآمن ونقص شديد في الاستعدادات الصحية الحكومية وحتى الاستجابة الدولية غير الكافية، يتفشى الوباء بشكل مخيف. فحين اعتقد اليمنيون أنهم تخلصوا من وباء الكوليرا أواخر العام الماضي، عاد مجدداً خاصة في مدينة الحديدة مسرح العمليات العسكرية حالياً. ضربة جوية واحدة على أنظمة المياه والصرف الصحي في الحديدة هو كل ما يتطلبه الأمر ليتفشى الوباء بشكل لا يمكن بعدها إيقافه. هكذا عبرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي عن حال الوباء في الحديدة، والتي أكدت وجود إصابات بالفعل وزيادة هائلة بعدد المصابين. الحال لا يختلف كثيرا في بقية المناطق، ملامح المرض بدأ بالظهور، لتحذر منظمة الصحة العالمية من أن اليمن على شفا موجة كبيرة من وباء الكوليرا وارتفاع معدلات الوفاة بسبب تفاقم سوء التغذية، ما يجعل المواطنين معرضين أكثر للموت. نداءات الاستغاثة تتعالى من كافة الجهات والأماكن داخل اليمن وخارجه لمنع تفشي الوباء مجددا بعد كل تلك الجهود السابقة للقضاء عليه، لكن يطول زمن الحرب في اليمن فتطول معه المأساة، متمثلة بوباء الكوليرا.